السلام عليكم أزو الفلاون، أخوتنا في الجزائر. أزو الفلاون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الموضوع اللي غادي نكلمكم فيه أخ سألني، قال لي لماذا يعني هذا الناس لا يريدون ترك الحكم، بما أنهم يعني كبروا في السن وأتى الوقت أنهم يخلوا الشبيبة أنها تتحكم في الأمور يعني وتسير البلاد. على هنا يعني On va se poser la question, لماذا لا يريدون الخروج من الحكم؟ لا يريدون الخروج من الحكم لأسباب عدة. أولا لازم تعرف من هم، ماذا كان تكوينهم، من كونهم، من كان وراءهم. هذه الأسئلة لازم تطرح. هذو ناس Ils faisaient un certain temps, les années 58-59, كانوا ناس بساطة، التف حواليهم المخابرات الفرنسية عن طريق القياد وبن عمهم، التفوا عليهم يعني كما يقول لك بالعربية حطوا لهم الجنة في طاجين، أنهم هم يكونون سيادة على الجزائر بعد 62، وقاموا بتدريبهم وقاموا أماكن عسكرية للتدريبات في تونس في نواحي المغرب في حدود مع المغرب وفي نواحي تونس في حدود تونس التونسية، قاموا بتدريبهم وتحضيرهم لساعة الاستقلال، لأنه عارفين يعني فرنسا صافي كان كان خسرت في العساكر تقريبا 500,000 عسكري خسراته، غير انه حتى الاقطاعيين اللي كانوا في الجزائر ابتدوا يخرجوا يعني من الجزائر، لانهم عارفين انهم سيقع يعني ممكن اعدامهم اذا كان بقوا هناك، لانهم ممكن فيهم الكثير اللي كانوا ارتكبوا جرائم كبيره. لكن نتكلم في الموضوع اصلا، هذا الناس كانوا صغار في السن، اللي هما بالتسلسل نجيبوها باغ اكزومبل نقولوا بالخير العماري نزار ومنهم القائد صالح، هذو كانوا كلهم جندين وذي جندة، ومادام نقولوا احنا واحد سيرجون واحد كابران واحد كان معهم القائد كعسكري، انه كان ولد قائد اصلا، وهذو ولاد القياد دائما يبقوا ولادهم عندهم يعني كي تقول يعرفوا اسرار اسرار المؤسسه الفرنسيه، يعرفوا اسرار المؤسسه الفرنسيه، وهي مام اللي سون بيسكو سون تانفيتري يقولوا لها السر، يقول لها باغ اكزومبل يقولوا لهم باللي ها شباين دوروا باغي تدخلوا وانتم تحكموا في اماكننا، لكن بشروط يعني على اساس نقول يمشوا الموضوع على فرنسا. هذا كوم سيتي كانوا عبط، كانوا كيما يقول لك سي ديزيديو ديزيليتري، يقبلوا، لكن كانوا صغار في السن، اللي كان عندها 23 اللي كان عندها 25 كان قل، دخلوا استقلينا ودخلتهم فرنسا على ظهر الذبابة. فماذا فعلوا في الأول؟ كما يعني تبقوا أوامر فرنسا ابتدوا بالتقتيل، تقتيل المجاهدين سكون لابلي الماكيزار، كانوا مساكين كانوا هما لقاهم بصدرا عارية يعني هما حسبهم جايين يعاونهم، لكن ابتدوا يقتلوا فيهم وكانوا حاولت مقاومتهم، لكن كانوا مسلحين وعندهم ذبابات، الجزائر ما كانش عندها ذبابات وقت الثورة، لكن جاءوا دخلوا على ظهر ذبابات وشاحنات، يعني جندي في الجبل كي يكون عنده شاحنة، هذه اللي تخليك تخمم كيف يدخل على شاحنة هو جندي، والاستعمار كي استقلينا ما عطاناش الماتريال تاعه، انه باردون الماتريال تاع المدافع والشيران هذو، على رغم انت كي تدخل على في شاحنات جديده وحتى اللي توني تاعهم كنت جديده وكل شيء، على اساس محضرين تحضير فرنسي حكموا قبضوا البلاد بوتفليقة في كونسيرنون الميدان السياسي،
دخل الميدان السياسي، قبض في الوزارات، قبض بسرق سرق يعني، كان خائن ثورة، فهموني مليح، كان خائن الثورة، متآمر على الثورة، على المجاهدين، قتلوا سفحوا وحكموا. ولما حكموا كذلك لم يكتفي يعني الناس هذو بهذاك الشيء، ابتدوا بالسرقة، بسرقة بأول يوم ابتدوا يسرقوا طول الأموال الطلبة اللي كان مفروض المنح تاع الطلبة تعطى في الخارج كان يسرقها، واللي ما تبقى كذلك من كل اللي هما لي زومباساد، كل لي زومباساد كان تبقى لهم قيمة يعني من الأموال في آخر سنة، هذيك المفروض ترجع للخزينة الجزائرية ترجع، لكن هو ما يقول لهم ما ترجعش، لازم تحطوها يحطوها له في ان كونت سبيسيال اون سويس. خيانة، فساد مالي هنا، خيانة خيانة واخد أخرى. بعد ذلك هارب بأموال طائلة، وبعد ذلك رجعوه، رجعنا في التسعينات، رجعوا التسعينات من الجنرالات، نفس الجنرالات اللي هو بالخير العماري هذو، الخيانة في الخيانة في الخيانة، يعني ما استطعوش يمدلو الشعلة لإنسان ثاني، إنسان شاب أو إنسان نظيف، لكن الخائن يأتي بالخائن ويرجع حتى الخائن، حتى لو يكون مثلا معروف عنه أنه الخيانة كما بوتفليقة. رجعوا، كي رجعوا ماذا فعل؟ هل تسامح مع الشعب لأن الشعب سامحه وردها ورد ولا رئيسه للشعب، ومشي غير على 5 سنين ولا 10 من 20 عام، لكن هل على الأقل رد الخير للشعب؟ لا، سرق أموال الشعب كلها وبحفرها بطريقته، وأكثر من الفساد ما لا يحصى، كل حتى الإنسان اللي كان ممكن مدراء هذا الصغار ردهم فساد كيفه حتى لا يلام، كانش حاجة يقول لك قاعركم فاسدين، فسد المجتمع الجزائري في كل الميادين. يعني خيانته كانت خيانة مراد خيانة مراد خيانة، لكن جاء وقت وين رجع عنده 80 سنة أو 44 سنة. هنا فرنسا ماذا تفعل؟ ليس لديها حلول أخرى، لأن خاونة اللي كانوا صانعتهم هي كما نقولوا لزابيان فابريكي، هي اللي صنعتهم، هي صنعتهم في وقت محدد اللي مدة محددة، جاءوا كبروا في السن، هما مشكلتهم الآن أنهم متباخذوا بالثورة تاع 22 فبراير، باخذتهم كنا هنا إزيتي بخي بار سوربريز، ما كانش محضروا روحهم لهذا الشيء، لكن بغاو يعطون نفسهم سنة أخرى، لازم تعرفوا هذا، خلينا من هذه الانتخابات، بغاو يعطون نفسهم سنة أخرى حتى يثبتوا ناس واخد أخرين تاعهم، أولاد ولاد هذو الجنرالات هذو القدم وهذو، يعودوا يردهم بطريقة واخد أخرى، لكن مع الشعب ماشي مخلي لهم الوقت، هما يحوسوا يثقلوا في اللعب باش يثبتوا رواحهم من جديد، والشعب يخرجهم بسرعة، هذه هي اللي صرا. لكن الآن ما عندهمش حلول، ما كانش عندهم حلول تعجبوا ناسهم اللي يعني أوفياء لفرنسا 100%، لازم لهم شوية وقت، ولازم حتى يتخلصوا من الثوار اللي راهم فايرين الآن من الجزائر الأحرار، يتخلصوا منهم كما داروا في بداية الاستقلال، يتخلصوا من الناس الأحرار باش يبقوا ولادهم ولاد ولادهم وحاجة كنهاك يحطها في حكم، وحتى الناس اللي ممكن تلقاهم مثلا مولود جزائري وابن جزائري ولكن خائن، مادام سرق ونهب ومفسد ممكن يحطوه في الحكم، هذا هي اللي تخرجهم أو يشتروه بطريقة ما، لكن لازم منهم وقت، هذه اللي التفسير تاعها، لأن فرنسا ليس لديها شباب جندة كما وجدت له في ليزاني سواسوندو، هذه هي الآن ما ينجمش يخرجوا، ومام طوم ما يخلوش اللي راه قابضين فيه فرنسا هي قابضة فيه اللي دغني هذو، مام ما كبار في السن كيما قايد صالح ما تنجمش تطلقه، لو كانت تطلقه تخسر كلش، كل تو لو بوفوار يبقى دوفينيغ او بوبل، وما فرنسا ما نفو با سا، باغيتها يقعد في الحكم مادام تاعها سي لا دغنيغ بار كيما نقولوا رصاصتها الأخيرة في تلعبها، سي لا دغنيغ كارت تلعبها في الجزائر.
قابضة شادة فيه، لأنه تاعها 100% غير أنه تابع للإمارات وهذوك اللي صافير لاخجون كاشي وهذوك، لكن هو راجلها اللي مخليها تدي الخيرات عن طريقه وعن طريق الخبث اللي كيفه كيما بوتفليقة يجمعت سعيدته اللي قاهم قاع جماعة كبيرة. هذا هو اللي كان صاري الإكسبليكاسيون أسبوان، وإن شاء الله ربي يوم الجمعة إن شاء الله لازم تكون قوية حتى نتخلص من هذا الخبث هذا وهذا الخبث اللي طالها طال مدام كما يقول لك 60 عام، سي بوكو طون سي بوكو طون، اللي كان الجزائر ممكن ترجع أحسن أحسن من ماليزيا وترجع كما ألمانيا، لأن البلاد اللي ما فيهاش الخيرات وتتقدم تتقدم presque avec leur savoir. Ils ont le savoir parce que تقدموا في الانفورماتيك، تقدموا في يصنعوا الكمبيوتر، يصنعوا التليفون هذو، هذا باش الفواتور هذو، هذا باش تقدموا ورجعوا دولة مصنعة يعني صناعية. لكن الجزائر عندها أكثر من هذاك، إذا كان هما يشروا الحديد احنا عندنا الحديد، إذا كان على الأقل الجزائريين سون فور، إذا كان موارد أخرى مثلا اللي نجيبوها بالفلوس بسرعة كذلك، كان البترول كان الغاز كان فيب كان دايمون، هذو الفلوس هذو عندنا احتياطي تاع أموال اللي يخلي الجزائر تتبنى في أقصى سرعة، في 5 سنين يبدأ الخير إن شاء الله يظهر الشعب. لكن مادام الخير يتسرق من هذا الجماعة أنا نسميها ألجيرو فرونسي ميليتير، اللي هي متمثلة في الأركان العسكرية تاع الجزائر، خوانة اللي هم يقول لك يطيحوا معنوية الجيش، وهما اللي يطيحوا معنوية الجيش على أساس يعني بقي له قرن، هو قرن وبقي يحكم على كو لو جان كولونا كي غادي يضمن يولي غدوة جنرال، هذه تطيح معنوية الجيش خاصة إذا كان الجزائر وتخلي يتقاعد في سن 45 سنة عندها في عمرها، تروح تحولها التقاعد، تكرهها في نفسها، تكرهها في حياتها. هذه اللي بيت نقولها لأخوتي، لكن إن شاء الله لازم تكون قوية، ولازم يكون العصيان المدني اللي هو يكون في صالحنا ما يكونش في صالحهم. هما ما يبغوش باسكو يحاولوا يزوروا العصيان المدني على أساس، لكن العصيان المدني تتمثل فيه المادة 87، وحنا اوريدي رانا فيه، رانا ندورو فيه، كي رانا نخرجوا كل جمعة وكل ثلاثة، هذاك عصيان مدني. لكن عصيان مدني سلمي اللي يستثني مثلا المستشفيات والمطافئ وهذا الصوالح لي زيرجونس. أيوا في لقاء إن شاء الله، نتجاه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.